بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. يا أيها الأحباب والأصحاب، يا من لكم قلب المحب كتاب، لو أنكم تتصفحون جوانحي أيقنتم أن الشعور سحاب يهمي، فتخضر الجوانح فرحة، فإذا الشعور الزهر والأعشاب في داخلي منكم شعور محبة يختال فيها قلبي الوثاب. لا شيء يعدل في الحياة سعادة تأتي إليك وحولك الأحباب، مثل الجبل يوم السحائب تمر، ومثل البحر يوم الهبائب تجارير، ومثل الكريم اللي تجيها المسرة لا شاف ضيف من دخيله نصيب. يا مرحبا ما اقول مليون مره، شو دلع ما حدن يعده ويحصي. يا مرحبا ترحيبك مستمره باول قصيدي ووسطه ثم تالي. يا مرحبا انفوس الاجواء حره، ترحيب ما ينتهي عزومه وتوالي، ترحيب ما تنهي عزومه توالي، ترحيب يبقى ثابت في مقره لين الزمن يعلن نهاية لياليه. حياكم الله ضيوفنا الأكارم في هذه الليلة البهيجة، ونهنئ فارس هذه الليلة الأستاذ زياد الصاعد، ونقول له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ونتمنى له حياة طيبة، وأن يبارك له في زوجه ويرزقهما الولد الصالح. أحبابنا الحضور، حياكم الله، وشكرا لتلبية الدعوة لكل من حضر من كل الديار. فهناك من حضر من الشرق ومن الغرب ومن الجنوب ومن الشمال ومن كل مكان، حضوركم بهجة وتواجدكم بحد ذاته فرحة، فلكم من القلب أسمى عبارات الترحيب. رعى الله الأحبة حيث حلوا، لهم في القلب مرتحل وحلوا، خيول الشوق مسرجة إليهم تبارت حيثما ساروا وهلوا. يا مرحبا ترحيب تندرب على الراس، نفخر ونذكر في وجود النشامة، ترحيب من قلب وشعور وإحساس ليحنفل منها وريح الخزامة. حضورنا الكريم خير بداية لكل منبر عبادة لا عادة، آيات من الذكر الكريم يتلوها القارئ محمد البنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره
ويزيدهم من فضله والله يرزق من